السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله باش ما تمنيتو. اليوم البنات كيف كتشوفوا، جيت نشارك معكم الطريقه ديال الحلوه ديال الصابلي. كتجي زوينه بريستيج بالاشكال مختلفه وبالنكهات مختلفه. غادي ان شاء الله نشاركها معكم. كيف كتشوفوا هنايا عندي واحد باكيه صغيره ديال الزبده اولا مارغالين اولا هاد اللذه، حتى هي كتجي زوينه، من الاحسن الا كانت اللذه. كنستعملوها هي الاولى، كنحطوها في القصريه وكنخدموها مزيان بحال هاد الطريقه. ومنين كنخدموها كنزيدوا عليها واحد جوج بيضات شاصيه ديال الفاني، وعندنا بطبيعه الحال سكر غلاسي. المهم كيف كتشوفوا هنا بالنسبه للحلاوه، لحقاش كنخدموها بالشوكولاتة هاد صابلي، يعني كنديروا غير القياس تقريبا ديال باكيه ديال اللذه اولا المارغرين اولا الزبده. كيف كتشوفوا كندير كاع كاس ونص ديال سكر غلاسي باش ما تجيكمش حلوه بزاف مع الشوكولا اللي كنخدموا فوقها. صافي دابا هنا غنخدمها مزيان هاد الزبده، وكنزيد عليها الزيت، كاس ما عامرش ديال الزيت اولا كاس ديال العنبه، ما يكونش عامر بزاف كيف كتشوفوا، مع الزبده نتوما عارفنا دهنيه. وغنستمر بحال هكا نخدم ونزيد ديك الشاصيه ديال الفاني باش نكهو الحلوه، وغادي نبقاو نخدمو بحال هاد الطريقه. يعني يمكن لكم ديروا النكهات اللي بغيتوا نتوما، تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه. المهم غادي نبقى نخدم الزبده مزيان حتى تطلق ليا في يدي، وصافي غنستمر بحال هكا حتى يعني حتى نخدم مزيان الزبده كيف كتشوفوا. من بعد ما خدمناها كيف كتولي، وهنا كنزيدوا واحد النكهه ديال الكراميل، يمكن لكم تستعملوا النكهه نتوما اللي بغيتوا. وكتضيفوا واحد جوج بيضات باش صابلي كتبقى لكم شاده باش ما تهرس ليكمش، كتضيفوا واحد جوج بيضات صافي. وكنبداو نخلطوا في العجينه ديالنا، وغادي نخليكم تتبعوا الفيديو. صافي هنا غادي نبدا نجمع العجينه. يعني البنات يمكن هاد المقادير هادي راه كتخرج لكم 100 حبه ديال الصابلي، يمكن لكم هاد المقادير تخرج له اشكال مختلفه، يعني 100 حبه تخرجوا منها اشكال مختلفه. وبالنسبه للمقادير
راها كتخرج لكم 100 حبه، هادشي اللي بغيت نقول لكم. يعني ديروا طبسيل مشكل يجيكم زوين بالمناسبه ديال العيد، ولا كان عندكم شي مناسبه ولا هذا، راه غديروا هاد العجينه تخرجوا منها تقريبا 100 حبه وتعاودوا عجينه اخرى وباش تخرجوا بزاف. هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي هنا بدينا كنشكلوا وكنخرجوا الشكلات اللي اشكال على حساب الذوق ديالكم دائما وعلى حساب الشكل اللي عندكم في الدار. درنا هذا الشكل الاول ودرنا هذا الشكل ديال الفراشه وصافي. وهنا بدينا نخدمه في الشوكولات وبدينا كنحطوا والشوكولات في الغوز حتى هو على حساب الملون اللي بغيتو نتوما. صافي وكنستمر بحال هكا، يعني كنصايب في الشوكولا وكنصايبو في الصابلي الشكل اللي بغيتو. وغادي نخليكم مع الفيديو، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف عليكم. وعواشركم مبروكة وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحة والسلامة يا ربي. كنتمنى نكون خفيفة عليكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبضغط على الجرس باش دائما توصلوا بأي جديد في القناة. وغادي نقول لكم بقوا مع الفيديو، إلى اللقاء.